أحد طوار نالوت يحكي لنا اللي هي قصة عن عمر بندقية يستخدمها حاليا لمكافح لمهاجمة كتائب القذافي. هذه البندقية من أيام جدي محمد ورد ثمن لأن حرب الطلية عمر أكثر من 100 عام. بندقية حرب الطليان الناس توت حرب في الكتافي. رصاص كان غير مفعول لكن احنا درنا اعاده تصنيع. اه هي ما تصنيع لحد اليوم تشتغل. ما شاء الله 100 100. هذه مداها قريب 1800 متر. هذا القاتل 1500. ان شاء الله يصرنا ان شاء الله منتصرين على الطاغيه ان شاء الله.